باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. النهاردة هو يوم الخميس من الأسبوع الثاني من الصوم. ربنا يدينا بركة هذا اليوم. والنهاردة إنجيل القداس عن الشاب الغني الذي أراد أن يرث الملكوت. فالمسيح قال له اذهب بيع كل ملكة واتبعني. والنهاردة احنا بنحتفل بالعيد الرابع لنياحة أبونا الحبيب البابا شنودة الثالث. والبابا شنودة الحقيقة احنا مدينين له بكل النهضة اللي فيها الكنيسة في هذه الأيام. ربنا على قديه إذا كان في الإكليركية أو في اجتماعات الاثنين والجمعة أو اجتماعات الأربع بعد كده. الحقيقة كشخصية غير عادية ربنا ائتمنه أنه هو يحمل مسؤولية الكنيسة. كان أمينا في الوزنات. إذا كان الكتاب المقدس اتكلم على خمس وزنات ووزنتين فالبابا الحقيقة كان أمين على هذه الوزنات. كتأملات بسيطة كده أحلكوا عناوين تأملوا فيها. البابا شنودة مثل لكل إنسان يجب أن لا يشتكي أن ربنا ما ادالوش ظروف كويسة عشان يبقى حاجة كويسة. يعني ظروف البابا شنودة ما كانتش تطلع هذا القديس أو هذا الإنسان القائد العظيم. إنسان يتيم الأب والأم بيربي أخوه. يعني ده بالنسبة لنا إحنا إنسان بيفقد حنان البيت. واخدين بالكو؟ حنان الأب وحنان الأم. ده شيء صعب جدا. أما الواحد يتربى يتيم غالبا حتى السينجل بيرنس هنا في أمريكا ما بيبقاش البني آدم 100%. بيبقى عنده لاكنج حاجة مش طبيعي. لكن البابا شنودة ادانا مثل ان بأي شيء ربنا بيسمح به انت تستطيع انك تطلع منه حاجة غير عادية. مين يقول ان واحد يربي اخوه يطلع بهذا العمق؟ الحاجة التانية اللي في البابا شنودة هو حبه للوحدة. على الرغم من كم الشهرة وكم السفر وكم الرحلات وكل الحاجات ديت لكن فعلا احتفظ بشيء مهم جدا احنا بنفتقده هو العمق الداخلي للانسان. يعني احنا بنحب الحاجات اللي فيها هيصة الحاجات اللي من بره. لكن البابا شنودة لغاية قرب ايامه الاخيرة كان نص الاسبوع بتاعه بيقضيه في الدير. وانا في الاربعين يوم اللي قعدتهم في الدير كنت بشوفه كل اسبوع بيجي يقعد في الدير نص الاسبوع. يقعد في قليته يقعد يقرأ يقعد يصلي يقعد يحضر يقعد يكتب مواضيع. العمق الداخلي ده هو كان سر القوة اللي احنا كنا شايفينها. لان طبعا اكتر حاجة ظاهرة البابا شنودة عنده يعني مواهب كتير لكن اكبر موهبة فعلا كانت ظاهرة فيه بقوة هي موهبة التعليم. القدرة على التعليم لدرجة انا ده احساسي يمكن انا يعني عشان بحبه قوي. بعد الكتاب المقدس ما تقرأه بعمق شديد وبساطة شديدة هي كتابات البابا شنودة. يعني في مؤلف في كتاب أو خدام يستطيع أن يكلم فئة معينة من الناس يقول لك ده الأنبا فلان ده الفلان ده الناس دي اللي تفهمه. البابا شنودة فعلا كنت تسمعه أبسط إنسان يعني اللي حتى ما راحش محو الأمية لأعمق إنسان يجد في كلامه دررا ويخرج من كلامه جددا واعتقاء. وده طبعا شيء مش سهل إن أنت يبقى عندك القدرة إن أنت تكون بسيط وعميق. يعني دايما الإنسان البسيط يبقى سوبر فيشل والإنسان العميق بيبقى إيه عسر الفهم. لكن عشان تبقى بسيط وعميق ديت شيء متميز. الحاجة الوحيدة اللي كده بعمق شديد جدا هو الكتاب المقدس. يقرأه طفل صغير فيفهم ويقرأه لاهوتي كبير لدرجة احنا لما بنقرأ أقوال الآباء في شرح الكتاب المقدس بيبقى فهمها أصعب من قراءة الكتاب المقدس نفسه. ليه؟ لأن هم دخلوا فينا لأعماق احنا ببساطتنا مش شايفينها. فلما ابتدوا يفتحوا عينينا على الحاجات العميقة دي ابتدينا احنا نحس ايه ده
الكلام ده صعب، لا ده انا اقرا في الكتاب المقدس كده ايه اسهل. البساطه والعمق. اللي قرب منكم كمان من بابا شنودة يلاقي روح المرح الغير عاديه، يعني ما في موقف الا ما يحوله لايه، لان حتى في السيكولوجي انت ما تقدرش توصل رساله لحد وهو منكد او انت مقدره، لكن بالبساطه وبالروح المرح تقدر ان انت توصل رساله حلوه، على الرغم من ايه، على الرغم من انه تالم كثيرا جدا. يعني البابا شنودة انا حضرته لما جه في الامارات بعد ما السادات كان يعني ابتدى مشاكله قبل ما السادات ينفيه، يعني كانوا بيسموه بابا العرب لان تعب كتير، وعاصر فتره في مصر كانت صعبه جدا. وانا افتكر اللي فيكم يعني يفتكر كل عيد ميلاد كانوا يدوا له هديه، قنبله في الكنيسه دي، ضرب ناس خارجه من الكنيسه دي، اي حاجه كده، المهم ينكدوا عليه، لان هو اب، هو مش مجرد بطرك قاعد على كرسي، هو اب وبيحس بايه، باولاده. روح الالم والعاثر ده، مره سالوه الا تتالم من كل هذا، قال لهم هذا الالم ما بيعديش من الفرجيه بتاعتي، من الجلابيه بتاعتي. ليه؟ لان قلبه في يد الله، قلبه ممسوك بايه، بربنا. احنا الحقيقه سعداء، ومش عايز اقول لك يعني، لكن احنا خدنا بركه ان احنا في هذا العصر اللي فيه الخدمه انتشرت وقويت. صحيح كنيستنا هي الكنيسه الوحيده اللي تاسست قبل عصر البابا شنودة، احنا كنيستنا الوحيده اللي تاسست في عصر البابا كيرولوس السادس، لكن احنا بنؤمن ان الكنيسه زي نبته وربنا هو الذي ينمي، زي ما بولس الرسول قال. فالبابا شنودة، البابا كيرولوس حط البذره والبابا شنودة رعرعها وبقت أبروشية واربعين كنيسه وحاجه ايه كبيره قوي. ربنا يدينا ان احنا نكون على مثل قامت هؤلاء الاباء في الخدمه. وطبعا امبارح كان حاجه لطيفه في مصر، ان في عيد نياحه البابا شنودة وفي المكان اللي مدفون فيه البابا شنودة يترسم 32 كاهن للخدمه في اماكن مختلفه. يعني البابا تودروس ماشي بسرعه كمان، يعني بنفس الخط ولكن بايه، بسرعه. يعني الانجازات اللي في الاربع سنين دولت غير عاديه. فربنا يبارك ويدينا ان احنا نكون مستحقين لهذا، وثمر هذه الخدمه يظهر في حياتنا وكل واحد فينا يكون متاثر بيها. ربنا يبارككم ويحافظ عليكم، له كل مجد وكرامه لانه الابد.